شرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كمن فرد بالخلق فالواجب أن يفرد بالعبادة ببساطة جدا. وربنا ما بيرضى يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن دونه من باب أولى. إذا كان ربنا ما بيرضى إنه يعبد عيسى عليه السلام، الناس عبدوا عيسى، وربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وربنا سبحانه وتعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وغير من الأدلة الكثيرة. وقال الله عز وجل في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أخواننا ما بيرضى، لأنه بيجيب لك شبهة، يقول لك يا أخي تخليت الولي أبونا الشيخ الفكي سميه ما شئت، تخليه زي الصنم زي الحجر اللي كان بيعبدوه ناس أبو جهل وديل وديل وديل. فنحن نقول لهم المشكلة مش انت عبدت شنو، وانت يا دوب انت بقيت تعبد الشجر، يعني ما المشكلة انت عبدت شنو، المشكلة انت عبدت مخلوق، بقى ملك بقى مخلوق، او رسول مخلوق، او صالح مخلوق، او شجر مخلوق، او حجر مخلوق، او قبة مخلوق. فانت ما دام عبدت المخلوق من دون الخالق فقد وقعت في الشرك بالله الذي لا يغفره الله. المسألة الثانية قوله رحمه الله أن من وحد الله، المسألة الأولى دي لعموم الناس الموحد وغير الموحد، إنه ربنا ما بيرضى شنو يشرك معه وشنو غيره، ربنا ما بيرضى. ربنا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المسألة الثانية إنه زول الموحد أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ولو كان أقرب قريب. ودي أخوانا المسألة دي لو فهمتها بتسهل في بتفهم إنه في دعاة هنا بيجوا بيتكلموا عن التوحيد ما بيفصلوا للناس، ما بيبينوا لهم، ديل على ضلال. فواحدين بيمشوا يكونوا ماشيين مع أهل البدع، لافين معاهم وطالعين ونازلين منهم، ولما أنت تجد بين الحق يقول لك ديل جماعة الجرح والتجريح، وديل وديل فرقوا الأمة، فرقوا السلفية. طيب أنت الشيخ محمد عبد الوهاب فرق السلفية؟ الشيخ محمد عبد الوهاب قال اعلم أن من أطاع الرسول ووحد الله، كتاب الأصول الثلاثة، لا يجوز له موالاة من حاد الله ولو كان أقرب قريب. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخر الآية. فما بيجوز يا أخواننا، حرام. وأخونا بابكر جزاه الله خير ذكر من الأدلة ما يكفي صاحب أو طالب الحق، ما بيجوز لك تمش معه لأنه ده عارض الرسول، زول المجرم ده عارض الرسول. لما أنت تمش له معناته أنت بتستخف، كما قال الفضيل ابن عياض والسلف قالوا من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زول بيطوف بالقبر تمشي له؟ زول قال لك شيخي ده ماسك الكون، الكون أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا، ده اللي قاعدين يقولوا منه. وجود آدم منا كان منشأه، جمال يوسف من أنوار بهجتنا، ده للختمية. قالوا يوسف عليه السلام جميل لأنه ده من الأنوار الفاضت
من جمالنا نحن ده الختمية ديل. والله انت لو شافك يوطون يزغ منك ما بتقشك، انت مجنون ولا جنون؟ فهمت؟ فده كلام غريب. قال يوسف عليه السلام اللي انتم بتقروا الان في الخلوة، ربنا سبحانه وتعالى قال فلما رأينه جنون أكبرنه. أكبرنه قال العلماء أي أعظمنه، يعني ذات ما حصل شاف اللين جمال مثل هذا الجمال ده. يقول تعال الختمية جمال يوسف عليه السلام قال من أنوار باجته. الله يهديك يا أخ، الله يهديك، ما تكذب يا أخ في السودان كمان، ما تكذب في السودان الله يهديك. نحن كسودانيين الله يدخلنا الجنة سهل، لكن ما تجوط لنا الشغلانية. فالشاهد من الكلام إنه أخواننا زول بيقول زي ده، تمش معه كيف يعني وتصاحبه وماش معه وطالع؟ ده بيستخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه. أعرض عنهم تمشي تقعد معهم؟ ما تقعد معهم يا أخي. فده يا أخواننا كله لعب. ولذلك نحن وصيتنا لأنفسنا أول ولإخواننا ولأي مسلم إنك تبعد من أهل الباطل، تبعد من أهل الشر، وأسلم ما تملك دينك، فلا تجعل دينك عرضة للفتن، ما تجعل دينك عرضة للفتن. يعني لو في زول مثلا يقول لك يا أخ والله أنا داير أبقى زول تمام وما داير أقع في الزنا، وبيمشي الله يكرمك بيوت الدعارة وبيمشي يقعد جنب النسوان في الحافلة وكده، يقول لك يا الله تنجيني. طيب ما تمرق من هنا أنت؟ انت داير ربنا ينجيك ومغزوز في نص الفتنة؟ انت داير ربنا ينجيك يوم القيامة وقاعد جوا مع اهل البدع؟ ما بيتجي الكلام، ما بيجي. ولذلك الشيخ قال ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ولو كان اقرب قريب. وفوق ذلك، فوق انك تمشي منهم، انك تتكلم فيهم وتحذر منهم المسلمين وتبين بالادله. الان ما شاء الله زول لما يحفظ قران بيكون عنده ادله كثيره جدا تبين ضعف المخلوقات والمخلوقين وعظمه الخالق سبحانه وتعالى، فتذكر الادله في هذا الباب وتبين للناس عظمه الله سبحانه وتعالى، وتستدل بالايات التي جاءت في الربوبيه على ألوهية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هطيب النتيجة جنو، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا لما بين لك الآيات إنه خلق الكون خلق السماء وخلق الأرض ونزل لك من السماء موية لأجل غاية، إنه جنو، إنه الخالق لهذه الأشياء كما قال ابن كثير هو المستحق للعبادة. ففوق مجانبتك لأهل البدع والأهواء تدعو إلى الله. دي الرسالة اللي أختم بها، إن أخوانا أي زول فيكم هنا يبقى داعية إلى الله. الليلة الواحد فينا لو شاف أبوه مثلا نصر الله يعافي المسلمين جاءوا مرض سكري ولا غيره وتعبان في المستشفى، يقوم بيدفع قروش، يبيع موبايله، يمشي يدين، يتصرف، صح ولا ما صح؟ عشان شنو؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه من هذا المرض. الزول اللي بيقع في الشرك ده ما بيمرق من النار نهائي. انت بتشوفه عديل هداك له واقع في النار، تقوم تسكت؟ وربنا حفظك القرآن وأنعم عليك. ولذلك دي رسالة يا أخوان، انت زول داعية، زول ربنا حفظك القرآن، حفظت آية واحدة تقوم بها تبلغ طوالي. أو يجوك شيوخ مهما زول كبرت عمته، فهمت؟ بقت قدر الأوضة دي أو قدر المسجد ده، فهمت؟ ده ما يغشك ويجي يقول لك لا وانت لسه وبقى عليك 7 متون و11 شنو مش عرفت حافظ كم انت حافظ؟ ما شاء الله الحفظته ده، أمشي بلغوا للناس. أقرأ تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، في تفسير بعض الآيات، تفسير سورة قل هو الله واحد، أقرأ تفسير ابن كثير واحفظ الأدلة اللي فيها وبين للناس. وحاجة ما عارف أقول الله أعلم، ما عيب أصلا، ما عيب، لأنه ربنا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، أعلم بني آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فدي يا أخواننا أمانة في رقابكم كلها. لو أنتوا دارين حفظ القرآن، في آلاف من الصوفية وغيرهم حافظين القرآن أكثر منكم، حافظين ويسمع لك القرآن ده من الناس للبقرة ومن البقرة للناس، وبعضهم يقرأوا لك بالآيات يقول لك الآية دي رغمة كده وكده، وبعد ده تلقاه بيكتب حجبات، يكتب لك ورقة يقول لك من الحمى شقش شقموش نموشلخ رع المنخ العجل الساعة 2 ديك، تجي واحدة دايرة جنة تجي للشيخ ذاته الحافظ القرآن ما استفاد من حفظه للقرآن شيئا، بل يكون هذا حجة عليه إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ديك تمشي برضو دايرة لا حجاب من العين، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ديك دايرة راجل وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، ياتوك رجالا معناه على كرعينهم، مش معناه ياتوك رجالا يعني عرسان، ده فسر القرآن بهواء والفكيل بليد، فهمت؟ فالشاهد من الكلام انت يا اخواننا عرفت آية وعرفت دليل، امشي وري الناس. والله يا ربنا بيسألنا كلنا يا اخواننا، والآن الصوفية ما بيقول كلام القديم داك سخنا خلاص جيبوا الفتة والفتة متوم حمدني النوم، فهمت؟ ده كان كلام قديم، الآن بيقوا يقروا ناسهم لأنه عرف انه يغش ديك وياكل ذهبات ديك، وتعالي نكتب لك حجاب عشان راجلك ما يعرس فوقك، دي بقت ما بتاكل عيش، بقت ما بتاكل عيش، فهمت؟ فلازم يقوموا يلبسوها لباس العلم، يلبسوها لباس العلم، يقوم يجيب لك أدلة فهمها غلط هو فاهمها غلط، يقوم يلبس بها على المسلمين. فلا بد يا اخواننا الانسان يمرق حافظ لكتاب الله عارف بالتوحيد، لأن هذا العلم التوحيد علم، ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية. فاعلم توحيد ده علم، لازم يا أخواننا تتعلم وتبلغ للناس وربنا بيرفعك، ما ضروري يعرفوك أنت منو ولا يعرفك فلان أنت منو ولا أنت ذاتك شنو، ما ضروري، ما دام ربنا عارفك شغال مع الله الله بيرفعك. أنت بتقرأ في القرآن ربنا رفع الهدهد، ربنا رفع الهدهد، ربنا رفع مؤمن آل ياسين، ربنا رفع مؤمن آل فرعون، ولا كيف؟ ربنا رفعهم بشنو؟ بالتوحيد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ربنا قال فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، ده أول غلط، إنه رئيسة امرأة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وعندكم قصة مؤمن آل ياسين كيف أنه دعا إلى التوحيد، ربنا سبحانه وتعالى قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من أقصى المدينة، ما زول مشهور، زول من بعيد، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، باروا الأنبياء، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما داري منكم قروش، ما بيقوم بعد ما ينتهي من كلامه يفرش لك دلقان أخضر ولا بمبي يقول لك أرمي هنا، أرمي هنا، ما داري منك حاجة، وهم مهتدون وهم مطبقين الكلام اللي بيتكلموا به. وما لي لا أعبد الذي فطرني، الله خلقني أنا ما أعبد له، وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. لو ربنا نزل عليه حاجة لو قلت يا ترعفينا ما بحلني، لو قلت يا لزرقاب ما بحلني، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. لو أنا خليت طريق الأنبياء وقعدت أباريها قباب وأضرحة وزيارة شيخ وحولية وما أعرف ليك شنو مولد وبتاع، أنا بضيع العقيدة. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا. فقتلوه وعفصوه حتى خرجت أمعاؤه من دبره قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فوصيتنا لأنفسنا ولإخواننا ولجميع المسلمين أن يعتنوا بهذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد. بارك الله فيكم جزاكم. أيوة أهم العلوم هو علم العقيدة. ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس. أول حاجة شنو؟ شهادة أن لا إله إلا الله أول حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أول حاجة. وربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول حاجة التوحيد قبل الطهارة، لأن الإنسان إذا جاء بالطهارة وهي عمل صالح والصلاة وهي عمل صالح وقيام الليل عمل صالح وأداء الفرائض عمل صالح والصيام والزكاة والحج والعمرة دي كلها عمل صالح، لكن عنده شيء من الشرك بيعتقد أنه الفكي بيعلم الغيب أو أنه الشيخ بدي الجنة أو بيتصرف في الكون أو غيره، ده ما عنده أي عمل صالح. الدليل شنو؟ ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت حيحصل شنو؟ ليحبطن عملك. قال العلماء يحبط أي يبطل ويفسد ويذهب أجره. وده عمل منه؟ ده عمل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه كمال الإخلاص. نحن أعمالنا ذات الصالحة مجهجة، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، إذا وقعت في الشرك ربنا بيحبط عملك، فكيف نحن؟ كيف نحن؟ فأهم حاجة يا أخواننا التوحيد، أهم حاجة الإنسان يركز عليها التوحيد. بعد ذاك الناس ينتقل بعد أن تبين التوحيد والناس يعني يلتزموا بهذا الأمر، بعد ذاك الإنسان يكلمهم ببقية الأمور مع التركيز على التوحيد. يعني مش خلاص يقول دي المرحلة دي تعديناها نمشي المرحلة القادمة، المرحلة التوحيد ده لغاية ما تلقى ربنا سبحانه وتعالى. تعليق الحجاب والكمون وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم جو 10 أنفار دارين يخشوا الإسلام فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن واحد، 9 بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإسلام، في واحد ما بايعوا العاشر. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا ليه يعني؟ قال إن عليه تميمة. التميمة هي شنو؟ هي الحجاب. قال لما زول ده معلق تميمة ما ببايع على الإسلام. فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من علق تميمة فقد أشرك. شوف الحديث ده واضح كيف، عرفته؟ ده واحد. حديث ثاني، حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتول شرك. الرقى القراية شنو؟ بالطلاسم. الفكيت القوم ما بيقرأ لك بشنو؟ بصوت مسموع وبلغة عربية وبالقرآن وبالسنة. القام لك ليه؟ لأنه بيذكر الشياطين بتاعينه، ودي العلماء ذكرها من شروط الرقى. الشاهد من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقى اللي هي القراية من غير القرآن والسنة والأدعية المباحة، والتمائم اللي هي الحجبات، والتولى ده عرق المحبة. عرق المحبة يقول لك والله مرة تمشي للشيخ والله راجلي ده بيقى بيكرهني وبيقى ما بعاملني كويس وكده، عليك الله جايه لي أربطه لي، وده راجل ولا بمبر يربطه لي كده، فهمت؟ ف
فذاك يقوم يمشي يكفر بالله سبحانه وتعالى ويقوم يكتب له السحر وأسماء الشياطين وغيره من الباطل والضلال. إذا كان من القرآن العلماء قالوا حرام لثلاثة أسباب. السبب الأول لعموم الأدلة ولا مخصص له، والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال من علق تميمة فقد أشرك. فزول اللي بيقول ده بيجوز ده ما بيجوز لازم يجيب شنو، آية ولا حديث؟ وما في. الأمر الثاني العلماء قالوا لأنه ذريعة إلى تعليق غير القرآن. زول أي واحد تمسك يقول له قرآن، تمرقه تلقى فوقه آيات مقطعة، سحرة صوفية، سحرة يكتب لك ما أعرف لك إني رأيت 11 كو، وإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكو، وإنا أعطيناك الكو. ده كفر ولا ما كفر؟ ها كلام كثير جدا والله، كلام ذاته غريب. او يكتب لك البسمله بالقلب، او قد تلقى مثلا الايه كامله بتلقاها، لكن بيكون مكتوبه بنجاسه، دم حيض الله يكرمك، او دم مسفوح ده حرام نجس، او غيره من الامور. او قد يكون كاتب لك ايات لكن في النص عامل نجمه ومربع. انت شيخ ولا بتاع تحويل رصيد؟ شنو عامل نجمه ومربع ده؟ لعب ساكت. فده كله لعب بالقرآن. عشان كده الإمام أبو داود في السنن قال باب كيف الرقى، كيف تقرأ. تمسك الإنسان تقرأ عليه سورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحر، فهمت؟ وكمان برضو في واحدين بيقوم يعملها مهنة، واحدين بيعملها مهنة، يقول لك يا أخي مركز الإحسان للعلاج بالقرآن، يعملها مهنة، يقول لك تجي رقية مع العصرية اللي هو بكون الجماعة قاعدين بعشرين جنيه، نجيك في البيت رغية خاصة بخمسين جنيه، تلقاه شغال شنو؟ شغال رغية. وده يا أخواننا ده شوف ده بصد كثير من الناس، في كثير من الناس بيكون غاشينهم الصوفية، يقول لك لكن الناس زي المبعالج وكذا، تقول لا رح نقرأ عليه قرآن، تقرأ عليه قرآن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه، ده يبقى له سبب بتاع خير. لكن في واحدين بيبقوا سبب بتاع صد، تاني يمشي يرجع للفكي. ليه؟ لأنه داك بخمسين، مئة وخمسين، تلتمية، ويشارطه لك، وأنا إذا مرق ويقعد يخنق داك، ده غير المفاسد الثانية. فالشاهد من الكلام إنه أخوان الإنسان يقرأ من الكتاب والسنة ويبعد من هذه الشركيات والطلاسم والبدع. السبب الثالث العلماء قالوا ولو كانت من القرآن، قالوا لأنها سوف تمتهن. الحجاب ده لما تجي خاشي الحمام بيت الأدب، هل بتشيله معاك ولا بتمرقوا برا؟ إذا شلته معاك وانت قلت قرآن، معناه دخلت القرآن وين؟ في الحمام. بيجوز تدخله الحمام؟ ما بيجوز. إذا قلت لي لا أنا ما بدخله بأخذته برا، طيب الحمام ده بيت الشياطين ذاته، انت لابس الحجاب ده يحميك من شنو؟ من الشياطين. وانت خاشي بيت الشياطين وما شلت معاك الحجاب، طيب قاعد جوا كيف؟ فده أخواننا كله لولو ولعب ساكت، ده كله حرام وباطل وشرك بالله سبحانه وتعالى. امتى ده حرام؟ ما بيجوز. ايوا اخونا بيجوز، لكن الانسان ما يمتهن شنو اخواننا، ما ياخذ مهنه، ما ياخذ مهنه. الرقيه ترقي للانسان، بيجوز ما في اشكال، لكن الانسان ما يتخذها مهنه. يعني اي ناس مجموعه يقعدوا تقرا عليهم انت، ما في اشكال، ما في ما يمنع، ما في اي بميكروفون بغيره، ما في اشكال. والله الجا في السنه انه الانسان يقرا، الجا في السنه انه الانسان شنو؟ يقرا على المريض. وهذا هو المشاهد، انه الانسان لما تقرا عليه ربنا سبحانه وتعالى باذن الله بيشفيه. اما يسمع المسجل وكذا قد يتاثر وكذا، لكن التلفون ده ما يعني ما حيكون مستخدم الرقيه، لان الرقيه فيها تفل اللي هو بصاق بسيط بهواء، فيها تفل وفيها دعاء، والإنسان يخشع قلبه وينكسر لله سبحانه وتعالى ويسأل الله ويتوسل إلى الله بأسماء الحسنى إنه يشفي المريض. ده التلفون ما بيعمله لك، التلفون بيعمله ما بيعمل. فتقرأ للإنسان وكده.
طيب المديح يا أخواننا مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومن المباحات أو من المستحبات أو يعني نقول من المستحبات أو من الواجبات. من المستحب عموم مديح النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو وإطراء ما في مشكلة. قد يكون واجب إذا كان إنسان شاعر عنده ملكة بتاع الشعر، وفي ناس مجرمين قاموا هجوا النبي صلى الله عليه وسلم أو هجوا الإسلام، فواجب على الشاعر ده إنه شنو يرد بالشعر. لكن لابد المديح يكون فيه شرطين أو يخلو من أمرين. الأمر الأول يخلو من الشرك، لأن المديح اللي قاعدين نسمعه نحن الآن كله شرك، كله شرك. زي قصيدة مصر المؤمنة بتاعت البرعي يقول بدعوك يا الله بجميع عباد الله، وانت المفروض تدعو الله بأسماء الحسنى وصفات العلى كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا. أو يقول لك الولي بيعلم الغيب زي ما قال البرعي قوماك نزاور الأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أو يقول لك الشيخ قلب البيت ولد، الشيخ قلب البيت بيت قلب ولد، أو الشيخ خلق من شجرة خلق بني آدم، كله موجود بكتب في الإذاعات، بل جاب ود الكباشي بيقول إنه ربنا أدى شيخنا الكباشي كن فيكون على لسان. أيوة موجود الآن، عرفتها؟ وده يا أخواننا كفر ما قاله أبو جهل ذاته، أبو جهل ما قال الكلام ده، القرآن موجود، القرآن قاعد. قال تعالى في سورة المؤمنون قل من بيده، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فسيقولون ديل منهم ها المشركين، فسيقولون لله قل فأنا تسحرون. فدي أخواننا مرحلة بعيدة جدا في الكفر الموجود، وده غير البدع وغير الكذب. يقول لك طيب دار الصوفي أمشي ليها وطوفي عاكستني ظروفي. طيب دار الصوفي يعني طيبة المدينة، دار الصوفي يعني الرسول صوفي، يعني شوف الاستهزاء، رسول صوفي قال أمشي ليها وطوفي، وربنا قال وليطوفوا بشنو بالبيت العتيق، قال عاكستني ظروفي، نسأل الله ما تصلح نهاية. فهمت؟ لأنه ده كله لعب وباطل ودجل وكله كذب على الله. وبعد ذلك بيجوا يستغلوه في القروش بتاعتهم، إذاعة الكوثر. والله أنا مرة راكب الحافلة جاي من قدام بحري خاشي على المحطة الوسطى، مشغلين الرادي غنية سوداتيل، سوداتيل صلي عليه، شوف اللعبة دي ما أعرف ليك، خفضنا الغيمة صلي عليه ودوق مجاني صلي عليه. يا ناس ده شنو داس؟ ده مش لعبة دي. والمدحة بتاعت البوكسي ما أعرف ليك، ماشين بوكسي جديد ما مهلهل، وما أعرف ليك نفخنا الليستيك لما قال تل وفولنا التنكي من طرمبة شل، وما أعرف سواق وخبير ما بيتفلفل ياخذ شنو ده؟ ده لعب الدين أسي، ده مديح للرسول ده غير ناس أكاكين أكا وأساسين أسم رب القوم لطاها تأسى في بلاد ميمي. بلاد ميمي دي قاعدة وين ناس؟ أنا دار أمشي ميمي دي أمشي وين؟ يا ناس ما تلعبوا علينا يا أخي، الله يهديكم. عرفتها؟ وكذب كثير جدا كثير، ما بقدر أحصيه عليك في قاعدة زي دي. فهمتوا؟ كلام كثير جدا. المحرم الثاني الموسيقى، الموسيقى والطار اللي بيضربوا به ده كله حرام، والنوبات ده كله حرام، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أفعال أهل الجاهلية. عشان كده القرطبي لما جاب في تفسير سورة طه فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال ده قال يفعله عندنا الصوفية، ده الإمام القرطبي، وقال ده الشغل بتاع السامري وليس هذا من دين الإسلام. سؤال أخير تفضل. ايوه سؤال طيب، انه الانسان الامام اللي بيصلي في صلاه الصبح وبيعمل قنوت، مش كده؟ قنوت سري في الركعه الثانيه قبل الركوع، مش هو؟ ايوه ده يا اخواننا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل، ما كان يعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما القنوت في الدين مشروع. القنوت اولا يكون بسبب نازلة، يعني مصيبة جات البلد، أمريكا مثلا ضربتنا نقنط عليها، أو جاتنا مجاعة،
نسأل الله سبحانه وتعالى يرفعها إلى آخر القنوت، هذه للنوازل. ثانيا ليست مخصوصة بصلاة واحدة، فيقنت الإمام والمسلمون حتى ترتفع هذه النازلة وتكون جهرا، تكون جهرا. الليلة خش المساجد اللي بتحصل فيها البدع، ودائما البدع بتقتل السنن. تلقى الإمام بعد ما انتهى وداري قبل ما يركع تلقاه شنو سكت وبيقى يتكلم جوا. في ناس تلقاهم ما بيقول ما حافظين أي حاجة وبدع ساي، بس خاشين في الموضوع ساكت، يقول في شنو قلت شنو أنت، ما بقول حاجة لأنه ما فيها دليل، ما فيها دليل. بعد توقع كلها من البدع. لكن يا أخواننا إذا الإنسان ما وجد مسجد إلا هذا المسجد فالصلاة جائزة، الصلاة جائزة. ويأثم الإمام، الدليل شنو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليه. النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصلاة في الجماعة، الصلاة خلف الأئمة، فقال إن أحسنوا لكم ولهم، ربنا بديهم أجر الإمام وبديك أنت أجر، وإن أساءوا فلكم، ربنا بديك أجر وهو عليه الوزر. طيب بتين ما بجوز الصلاة خلف الإمام، إذا جاء أخواننا ببدعة كفرية بقى ينادي غير الله، لابس حجاب تميمة، بيقول الأولياء بيتصرفوا في الكون وهكذا، إذا كان جاب مسألة كفرية أو شركية ده ما بجوز شنو؟ الصلاة خلف. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيوة، الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ما بتجوز يا أخوان، اللي فيها قبور ما بتجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. وحديث أدلة كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى فيها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، معناه شنو؟ معناه بيصلوا في محل القبر. وهذا عليه أهل المذاهب الأربعة، إنه ما بيجوز الصلاة في شنو؟ مسجد فيه قبر، ما بيجوز، حرام. إذا عاملين على مرايات وكذا وما في مسجد إلا المسجد ده، إذا في مسجد تاني ما تجيهم. إذا ما في إلا المسجد ده لكن الإمام ما عنده عقيدة أو المسجد ما فيه قبر، فهنا بيجوز الصلاة، بيجوز الصلاة. أما إذا كان الإمام عنده عقيدة وإن كان في مسجد المسجد الحرام ما بيجوز الصلاة خلفه، لا ما بيجوز، ما بيجوز، أي ما بيجوز الصلاة. لا ده ما بيجوز الصلاة خلف. ليه؟ جزاك الله خير. ليه؟ لأن يا أخواننا ده مما كتب البخرات، مما كتب البخرات ده خش في الكهانة طوالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى مش الكاهن ذاته اللي بيمشي له، خليك منه، ده موضوع منتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بالزول اللي بيمشي له؟ فما الإنسان يجوز يمشي له بخرات، وفي النهاية البخرات دي بتضيعك، ضيعت جريدة الدار وجريدة مين بيجيب بلاوي كثيرة. زول يكون عنده أزمة يودوا للشيخ، بدل ما يمشوا يعالجوه بالربنا أباحه، يقوموا يكمتوا لك بمصيبة صيوان ولا مصيبة زمان، ويدوروا له البخرات دي، يقوم نفسه يتكتم يموت. أخرج لغاية ما داك روحه تخرج، أخرج ويلموا فيه سبعة من الدراويش الماكلين مهيوبة، فهمتوا؟ مركونين في التكاية دي، يمسكوك ما بتقدر تتحرك تاني. فأبعد بعيد عليك الله، أبعد الله يهديك وزحم النوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يشفي. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.